رجل عنده محل خضروات وفواكه، فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول على السكين أم حظك نصيبك؟ لا، ما هذا بيع ما مأكوله في جوفه يستثنى، يجوز تبيعه مثل البيض، مثل الحبحب، مثل البطيخ، ما يصلح إلا كذا تبيعه. لكن أهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو سليم، يعرفونه من قشره، يعرفونه من قشره، فهو يشريه بقشوره ما يخرب، لأنه ما يصلح إلا كذا. لو فتحته خرب، لو فتحته دخلها الهواء وخرب. أي نعم.